ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أول ما يجب لي أن أقول هنا في هذه الحفلة السعيدة وفي هذه الأمسية المباركة أن الله تبارك وتعالى هو الذي وفقكم وجمعنا وإياكم برابط إيماني، لولا هذا الرابط لما اجتمعنا وما لمسنا يعني منكم ولا شعرنا منكم رائحة الإيمان ولا تلاقينا. نشكر الله تبارك وتعالى على هذا الرابط الإيماني الذي ربط بيننا وبينكم، وأن الله تبارك وتعالى سيجمع بيننا وبينكم في المحشر بهذا الرابط إن شاء الله تبارك وتعالى. وهنا أنا أشعر في المدرسة حينما نزلت بهذه الدار، رأيت جوها الجميل وبيئتها الصالحة العلمية وأساتذتها المهارة وطلابها الناشطين في مجالاتهم المختلفة، فإنني أشعر كأنني في حديقة غناء، وهؤلاء المعلمون الأساتذة المهرة كأنهم هم بستانيون. يرعونكم حق رعايتكم، وأنتم أزهار هذه الحديقة اليانعة، وهذه الجهود التي رأيناها فيكم كلها درس أساتذتكم. ولذا جاء في الحديث النبوي الشريف: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. إن ميزة منهجنا الدراسي هو تبجيل الأساتذة وتوقيرهم، وهذا ما يمتاز به منهجنا التعليمي ومنهجنا الدراسي. هناك كثير من الأنظمة التعليمية امتدت في العالم وتناثرت، ولا بد لمنهجنا التعليمي والتربوي والدراسي أن يكون فيها أيضا يعني جهود إبداعية، لكن هذا إلى جانب آخر. لكن ما يمتاز به منهجنا هو أنه منهج سليم قويم يغرس فينا العلم والإيمان والأخلاق والعقيدة، ونحن هنا مجتمعون لرفع مستوانا العقدي والعلمي والروحي والفكري والتربوي. ولو كان هناك خسارة في أي ميدان أو في أي مجال فهي خسارة عظيمة. يعني ليس حضوركم في هذه المدرسة هي حضور لإحكام المستوى العلمي فقط أو لإحكام المستوى الفكري فقط، إنكم التحقتم بهذه الدار لرفع المستويات الكلها الفكرية والعقدية والعلمية والخلقية والروحية. فإن شاء الله كل منا يعني سيكون يعني أرى فيكم يعني حينما سمعت خطبكم وتلذذت بمقالاتكم واستفدت منكم وشعرت فيكم يعني فضاء أخوية، كل منكم يلقانا بطلاقة الوجه وبوجوه باسمة مبتهجة. بهذا يعني أرى فيكم في جهودكم غزاليا لزمانه وأبا الحسن لزمانه إن شاء الله تبارك وتعالى، وداعيا لزمانه، وهذه كلها إن شاء الله تبارك وتعالى لن لا تذهب جهود أساتذتكم إن شاء الله تبارك وتعالى سدى. إن شاء الله يعني ستأتي جهودكم إن شاء الله
بثمار وبنتائج إن شاء الله تبارك وتعالى محكمة وإن شاء الله تبقى إلى الأبد. نلتقي إن شاء الله تبارك وتعالى صباحا في الأمسية الأخرى للخطب للحفلة للفرقة العليا، وإن شاء الله نتكلم بكلمات أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى حول إتقان اللغة العربية وماذا علينا حولها، وكيف نحكم اللغة العربية، وما هي المهم الأمر المهم الذي يعني الوظيفة المهمة التي تعود على عاتقكم في هذه المرحلة من أعماركم. إن شاء الله كل ذلك نلتقي بها بهذه الكلمات إن شاء الله صباحا. شكرا، أشكركم وأشكر أساتذتكم وأشكر أعزتي الطلبة أنهم أطالوا الجلوس هنا من أجل هذه الخطبة. شكرا، جزاكم الله تبارك وتعالى، حياكم الله، بارك الله في مساعيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.